موضوع العشر تلاف خطوة، هل العشر تلاف خطوة فعليا بيحرقوا دهون وبدخلوني في مرحلة حرق الدهون ولا لا؟ حكيت على هذا الموضوع في فيديو مطول، بس موضوع العشر تلاف خطوة، إذا أنت بني آدم ما بتحرك بالمرة وكانت هذا هو الإفورت اللي أنت عمالك بتحطه إنك تمشي عشر تلاف خطوة باليوم، هذا راح يفيدك كتير. بس إذا أنت واحدة عمالك بتروحي على السوق وبتنزلي على المولات وبتكزري من محل لمحل، يعني مشيت اللي هنا عشر خطوات دخلت على محل قعدت فيه نص ساعة، طلعت مشيت على محل تاني قعدت فيه نص ساعة، التوتال بعد ست ساعات ولا سبع ساعات أنا ماشي عشر تلاف خطوة وأنا بعمل شوبينج. بتعمالك بتعمل شوبينج، أنت بتدخلي وبتقعدي وبتريحي ورحتي أكلتي لك حبة آيس كريم في الطريق، أنت ما حرقتي ولا إشي، وهدول عشر تلاف خطوة ولا فادوكي بإشي. ليه؟ لأنه إحنا بدنا نوصل مرحلة اللي بده يمشي عشر تلاف خطوة بدك تمشيهم تكون انت واعي شو اللي عمالك تعمله. الهارت ريت تبعك لازم يرفع ل 120 لتقريبا بين 120 130، خلينا نقول حسب العمر، بس خلينا نقول بين 110 و 130 عشان انت تدخل في مرحله اللي جسمك ببلش هي حاله انه يحرق دهون فيها. فاذا انت الهارت ريت تبعك انت مرتاح وعمالك بتكزدر وبتتمخطر براحتك، انت ما رفعت الهارت ريت، انت ما صار عندك اي مجهود عمالك انت بتعمله. فإذا عمالك بتمشي وبتكزر في المحل وهذا أوكي ممكن تتعب، ممكن يتعب رجليك، بس أنت فعليا ما دخلت في مرحلة الحرق، فالعشر تلاف خطوة هدول ما راح يفيدوك. يا بتمشيهم كلهم مع بعض تحاول أنك تمشيهم، أو مثلا على مسافات طويلة نسبيا اللي الهارت ريت يرفع تحس حالك بلش أنك عمالك تبذل مجهود وتتعب، يا إن ما تقول والله أنا عدت لي ساعة عشر تلاف خطوة وأنا هيك عملتهم.